فتكلما طرق الهوى بابا جوى من بعد أن مل النوى فتكلما تشتري من الدول الغربية على الأخص، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحكومات أجنبية زادت ب13% لتبلغ قيمتها 192.3 مليار دولار خلال 12 شهر. عيشة يجتاح أنحاء العالم بشكل متزايد، حيث صار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والكمالية ظاهرة عالمية تهدد استقرار الكثير من الدول وتثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم. أسباب عديدة تعزز. ألو، أي دكتورة سارة؟ هلا أنتم ما بتعرفوا أي ساعة طلعت؟ والله العظيم غريب، غريب في المفعل غريب. شلون ما بتنتبهوا لها؟ كيف يعني؟ كيف تنترك لحالها؟ طيب ماشي ماشي ماشي، بحكي بعدين. ماشي.
شلون يعني ما خلص يجي على الغداء؟ خلص ناكل جاهز؟ اه طيب مذكرة جلسة بكرة ما فيك تجيبيها معك على البيت مثلا نتغدى هيك غدا طبيعي كعائلة طبيعية وبعد ما نخلص غدا تحضريها بالبيت؟ اه ما فيكي يعني لازم تكون بالمكتب حصرا بالمكتب لازم تشمي هوا المكتب ايه ايه عفوا على اقتراحي الغبي ولك انا صعب انا صعب يا وفاء لك انا كل شيء عم بطلبه منك اني ايه عفوا كثير بعتذر اخرتك ايه المثل رح نحكي وكثير باي تفضلي استاذ مشي الحال خلصته شو هو الملف صاروا حاكين كذا مره من الدائره القانونيه مشانه خلص اليوم لبكرة خير استاذ فيك شيء؟ هلا لا تتدخلي بالملك فيه خليكي بشغلك لو سمحتي اسفة استاذ هلا ايه استاذ انا ما قصدي ضايقك بس انا مضغوط خلص حقك علي انا ما بتضايق منك استاذ بس إذا حابب تحكي شيء أنا جاهزة أسمعك وخفف عنك. قصدي يعني إنه تفشل لي خلقك. أهلين دكتورة. فهلا بالجلسة والله يعني واكيد موبايل على الصامت ليش خير في شيء؟ شكرا ليلى صباح الخير شو الصفة الحلوة هي؟ شو ما تذكرتيني؟ التقينا من كام يوم وحكينا بال أنا ما التقيت مع حدا لا التقينا بالعلامة حكينا عن الحمام وقلنا إنه بحب الأنبوز أكثر من الحنطة ما تذكرتي؟ ما تذكرت بس بدك أنبوز؟ شكرا ما بحبه شو عم تعملي هون؟ ما بعرف طلعت من البيت داخلي ما بحب أنا هيك كل يوم كل يوم هذا روتين إيه طيب شو رأيك بطعم الحمامات؟ الجد تعرف وين؟ طبعا بعرف يلا يلا تعي معي من هون من هون من هون من هون
ليش لازم نرد؟ الو ايه ايه مش لحال مش لحال الحمد لله. لا لا طمن طمن بس الله يرضى عليكم مشان تاني مره تبغوا تبغوا ايه. مع السلامه. وين كنا؟ شو رايك بشي فنجان قهوه غير شكل؟ يلا تجي لهون؟ خلاص رح صير جيبك لهون بشكل دائم. يا ريت. كثير حبيتها جوا حلو ولطيف. معك حق. كيف أولادك؟ نح ما بعرف أنا ما عندي أولاد بلا كان عندي بنت صغيرة يمكن سافر. انت عندك اولاد؟ انا عندي بنت وحيده اسمها وفاء. وفاء تشبه طبعا على الي بس هي تشبه امها كثير. الله يرحمها. تليفون شغل ما بدي رد. على سيره الشغل خلصت الروايه اللي وعدتك اقرا لك اياها. وعدتني تقرا لي اياها؟ فين بلا؟ خلص بكره من الصبح راح اقرا لك اياها. ليش مو اليوم؟ اليوم عندي شغل كثير. خلص بكره. شو القصة؟ الو؟ اي ايمن اهلين اهلين. طمني عمي. لا الحمد لله تمام طمن تمام. اي الحمد لله. طيب انت وينك هلا اجي لعندك؟ والله الدكتورة سارة خبرتني. دقيت لها ما رديت، بتكون بجلسة هلا. أكيد مو لازمك شي أنت؟ طيب إذا فيك مر المسا عمي. هاني مشتاق لك. طيب ماشي يلا، باي. إذا عن أبوها ما نسألي، بتسأل علي أنا. أنا ما بتضايق منك أستاذ بس إذا حابب تحكي شيء أنا جاهزة أسمعك وخفف عنك. قصدي يعني إنه تفشل لي خلقك. أرنا احنا صرنا واصلين. هاي افتح الباب. يلا هاي وصلنا على البيت. وصلنا؟ ايه. اهلا وسهلا. اهلا ست ليلى. اهلا استاذ. ثاني مرة ديروا بالكم أرنا. حقك علي. يلا فوت. يلا فوت. تأخرت صار لازم أروح. خلص بكرة جاي. بس ما تتأخر؟ لا أبداً ما حتأخر. يلا أنا فوت لحالي. رنا حاضر. آسفة. ولا ألو أستاذ أحمد. الله يرضى عليك بكرة بتمر تحط لي كاميرا على باب الجامعة من الكاميرا على راسي. وهي لبنة. ما بدي آكل. كلية أنت. إيه باكلها. طيب. هي مسبحة. يا سلام. قلت لك ماني جوعانة. كلية أنت.
هيك يا ليلى بدك تضلي عم تعملي فينا هيك؟ وليش عم تحاكيني بنفسني؟ مين وانتي؟ هاي الدكتورة سارة تحبك كثير. ومين وانتي كمان؟ انا رنا، نحن رفقاتك هون. تضربي انتي وياها، انتو مالكم رفقاتي اصلا. انا اول مرة بشوفكم. انا بدي اروح على البيت. هلا ليلى. هلا راحت مشوار شوي وبترجع. بعدين نحن متفقنا انه بس بدك تروحي تخبرينا. هذا اللي كان ناقص. لسه بدي اقول لكم ايمتى رايحه وايمتى جاي. يا ليلى مو هيك بس نحن يعني. يا الله ضيقتوا لي خلقي، ما بقى فيني، بدي اروح على بيتي. هلا انا وعد انا اللي راح اخذك من البيت، بس مو قبل ما تاكلي هالاكلات الطيبه. ما بدي اكل، ما بحبوا هذا الاكل. معك حق اساسا، مين بياكل هيك اكلات دكتوره؟ لهيك انا عملت لك طبخه كثير طيبه. ما بدي اكل. شو هي؟ هاني بابا افتح الباب. هذا بابا. هاني يا حبيبي شلونك؟ كيفك تمام؟ تعال شوف شو جبت لك معي اكلات طيبه. يسلمك جدا. تفضل يلا اكل جوع. يا عمي اهلا ابو هاني، كيفك؟ الله يقويك. شوفت عينك والله. فانا عم فكر اترك شغلي يعني بشكل جدي. يا دوب لحق نفخه طبخ. وبتعرف هاني بدك تفرغ كامل. لك انا وطي صوتك احسن ما يسمعك. خليه يسمع عمي، خليه يسمع. احلى حياه عايشه كل يوم بمحل، يوم عند امي، يوم عند اختي، يوم عندك. شو بده احلى من الحياه؟ عمي اكله لبسه وحمامه ما عاد فرق معه شيء، ما عاد اهتمت بشيء. وانا عمي ست بيت جيد، مربي جيد. انسالي اني انا مثقف ودارس ولا بلا بلا، بس انا رجل من حقي اني اجي الاقي مرتي ناطرتني، من حقي انه هاي البنت اللي انا اخترتها من بين كل بنات الدنيا تهتم فيني شوي، من حقي انه انا اتمنى اني اتغدى مع عائلتي بالوقت الطبيعي للغدا، مو ضل الساعه 9 عم بطبخ. عمي انا اللي عم بطبخ، انا اللي عم بطبخ. انا والله ما بعرف شو بدي اقول لك. الحق معك 100%، بس بدي اياك تروق وتهدى. معك حق، لازم اهدى، لانه ما بصير تيجي وتشوفني قلب خلقتي. كله بيلتقى له حل، كله بيلتقى له حل، بس اترك هالموضوع علي، خلص. حل شو عمي؟ شو أول مرة بنحكي بالقصة نحن؟ وفاء شغلة أهم من حالة. أيمن؟ هاني؟ وينكم؟ بالمطبخ ولا نكون يعني؟ نحن هون بابا. يي؟ بابا حبيبي كيفك؟ شغلت لي بالي. شو قصتك اليوم؟ ليش ما عم ترد على موبايلك؟ عادي، عمي ما رد عليكي، وانت ما رديت علي. حبيبي والله كان بعرف بعرف، كان عندك موكلين، كنت حاطه الموبايل صامت، وكالعادة ما انتبهتي، بعرف. أيمن معلش بلاها بس اليوم، لأنه أنا كثير تعبانة، عن جد تعبانة. معك حق حبيبتي، امبارح جيت تعبانة، واليوم جاي تعبانة، بكره رح تيجي تعبانة، وبعد شهر رح تيجي تعبانة، لأنه نحن ما عم نتعب بشغل البيت. أيمن اتفقنا إنك تهدى. بس فهميني شغلة وحدة، كيف إلك قلب ما تشوفي ابنك قبل ما ينام؟ يعني ليش تنيموا على بكير؟ يا تكرم عينك، بكره بخليه سهرانة تيجي، بس في مجال تتصلي فينا قبل بساعة مشان تشوفينا إذا بدنا شيء من السوق؟ أحسن ما ننزلك مرة ثانية، لأنه شو ما عجبك الأكل؟ ماني جوعان. لازم تاكلي وتنامي بكير، بكره جاي الأستاذ سامح. مين الأستاذ سامح؟ أيمن فيك تكمل معروفك وتعملنا كاسة شاي طيبة بعد الأكلات الطيبين اللي عملت لنا إياهم. تكرم عينك عمي، بس بدي أتأخر شوي لأنه عندي كم تليفون من علاقة بالشغل ما لحقت أعمله وأنا عم أحضر العشاء. إيه خذ وقتك.
بابا اسمعيني وافهمي علي كثير منيح شو بدي لك. بابا من شان الله بعرف كثير منيح شو بدك تقلي، بس هي طبيعة شغلي. أيمن ما عم يستوعب هالشي، ما عم يفهم. أيمن ما بقى فيه يستوعب هذا الشي. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، لا تغلطي غلطتي وتبدي شغلك على بيتك. يا بابا لك يا بابا، أنت نسياني أنك أم، أنك زوجة، والأولوية لبيتك قبل شغلك. بس يا بابا هاد مستقبلي كمان. مستقبلك على عيني وراسي، بس كوني ذكية شوي ووازني بين بيتك وبين شغلك. اللحظة اللي بتروح من حياتنا ما بترجع. نصيحة أخيرة، لا توصلي بحياتك لمرحلة ما ينفعك فيها الندم. لك يا بابا، أيمن شاب كويس بيحبك كثير، وهو شاب قبضاي. الله يرضى عليكي. هلا بس روح عادي انت وياه وهدوا الأمور بيناتكم. خلص بابا خلص، حاضر. ما تاكل هم، ما بصير إلا مثل ما بدك. لك يا بابا مو مثل ما بدي، مثل ما بدها حياتكم. خلص بابا خلص، حاضر حاضر، ما تقلق. وصلت الرسالة، وصلت أبو وفاء. المهم هلا ليش طول النهار ما عم ترد علي؟ خير صاير معك شيء؟ هلا شيلنا من هالقصة هي، شو صار موضوع الترخيص؟ الترخيص هو وفاء هذا الموضوع بالذات ما خرج وكل فيه أي محامي تاني. حقك علي بابا. أنا بكرة رايح أزور أمك، ما بتروحي معي؟ صار لك زمان ما زرتيها. بابا معلش، بس بكرة تعذرني لأنه بكرة عندي نزلة ضرورية بكير على قصر العدلي. برجع بذكرك، لا توصلي بحياتك لمرحلة ما عاد ينفعك فيها الندم. سلمي لي على أيمن، بيحبك بيحبك يا هبلة. أخ والله تعبت. بعرف حبيبي، ما علي نحكي شوي.
هلا تعال عندي. تفضل. خذي ملف على الدائرة القانونية وبعثي لي الأستاذ أحمد. حاضر أستاذ، لازمك شيء تاني؟ لا سلامتك. خير في شيء؟ بصراحة إيه. قولي لي. حابة أعزمك على الغداء إذا ما عندك شيء. لا مشغول. أكيد الشغل مو بالبيت. امبارح سمعتك عم تحكي مع المدام. ليك أنت كيف تسمحي لحالك إنك؟ أستاذ أنت صوتك كان عالي. مهما كان، ما بيصير إنك. أستاذ لا تكبر الموضوع. كل ما هنالك إني عزمتك على الغداء وحقك تقبل أو ما تقبل. عن إذنك. كلي هي قبل ما تبقى. اساسا انا ماني جوعانه. صحتين وهلا. جدو تعال كل حبيبي تعال. طيبين؟ ها. عفراء سوي فنجان قهوه. وعليك كمان. لا بتخلصي اكل بعدين بتشربي قهوه. جدو روح العب مع رنا. هلا بس تخلصي اكل رح اقرا لك الروايه. الولد سئيل كثير ضوجني يبا تجيبه معك. خلاص ما بعرف شو. شو كنت عم تقول؟ هيك لك كذاب. كان تارك شغله وقاعد عم يتسلى. زاهر ما بتحكي لا اسمح لك. لا تواخذني يا بيك، لا تواخذني، بس كذبه جبرني احكي. واللي قهرني اكثر انه واحد من عمالي مثل هذا عم يتطاول علي. عمالك؟ سامحني يا بيك، سامحني والله مو القصد. احنا كلنا عمال عند جنابك. يا بيك اسمح لي اقول هالكلمتين. انا بعمري ما سكت عن حقي، واللي بده يغلط معي ما مرق له اياها لو مين ما كان يكون. بدك تقصر بشغلك، بدك تتحمل النتيجه، وبدك تسكت غصبا عنك. انا ما رح رد عليك لاني واقف حضره البيك. يا بيك فيك تروح. شو كان اسمك؟ سهيل يا بيك. ما بدي مشاكل يا سهيل. تأمر يا بيك. قلت لي عمالك توبي. شبك؟
فريال؟ مين هاد؟ ليش هيك منظره؟ لك شبتك منو هاد وليش هيك منظره؟ انتي وينك لهلا؟ ليش تأخرتي؟ البيك سأل عنك 100 مرة. شو بده؟ لك شو بده؟ انتي بتعرفي شو بده؟ لك شو؟ إذا مفكر حالك إنك بهالأسلوب اللي عم تتعامل فيه مع هالناس بتعمل لحالك قدر وقيمة بتكون غلطان. شايف هدول الناس؟ أنت لولاهم ولا شيء ولا لك هون. حط هالكلمتين براسك وعرف كيف بدك تتصرف. كل الناس عم تشتكي منك. بهالأسبوع الأخير لحاله صرت عامل لي مشكلتين. اعتبرهم الأخيرات. بوس إيدك يا بيك، بوس إيدك، بوعدك ما عاد تتكرر آخر مرة. دخيلك يا سنخن، دخيلك احكي شو قول. رجعنا لنفس القصة، خلاص قليله وما بدي. شلون ما بدك؟ أنت عارفانة شو عم تحكي؟ فريال اسمعي فريال، إذا سألك عني بتقلي له نمت، إيه؟ لك شو نمتي؟ ولقلك قلي له لسه ما اجيت، ما اجيت. لك شو ما جيتي يا ست سلمى؟ ليك نيهان لسه ما اجيت. يا فريال حاضر حاضر يا بيك، يلا اجيت اجيت. يا فريال أمرك أمرك يا بيك. اجيت سلمى؟ لا اجيت اجيت يا بيك اجيت. خبرتيها مشان العشاء؟ هلأ طالعة خبرت كرم. بتفهميها كيف بدها تتصرف؟ حاضر حاضر يا بيك. أقول لهم يحضروا الغداء؟ لا روح اعملي يلي قلتلك عليه. ايه حاضر يا بيك، أمرك. عن إذنك عن إذنك يا بيك. عم تفهم علي أبو محمد؟ بتخلي عينك عليه وين ما راح وين ما إجا، وإذا عطس بدي أعرف. عم تفهم؟ بأمرك يا أبيك. يلا شوف شغلك يا محمد. زينة حبيبتي حركي لي حالك شوي، يعني والله ما بصير. حاولي تقنعيها. لك هذا قاسم بيك، قاسم بيك مو مين من كان. غسان ما خليت طريقة ولا أسلوب، ما بدي إياه. ما بدي إياه؟ لا حبيبتي مو على كيفها. سلمى صغيرة وما بتعرف مصلحة حالها. غسان أنا ما فيني أجبرها على هيك شيء، هذا زواج. كيف بدي إلا تعيش طول عمرها مع واحد ما لها متقبلته؟ ما بتتقبله. لك بعدين شو ناقصه؟ بتعرف إنه كبارية العيال راكدة وراه لحتى تصاهره؟ قال مو متقبلته قال. طب شو ساوي هلا؟ بتضلك وراها لحتى تقنعيها. زين حبيبتي سلمى مثل أختي الصغيرة، وصدقيني لو مو خايف على مصلحتها ما كنت فتت بهذا الموضوع من أساسه. بعرف حبيبي بعرف. خلص أنا رح ضل وراها وحاول أقنعها. يا عيني عليك. يلا قوموا هلا جهزوا حالكم مشان ما نتأخر على العشاء. يلا تعا ماما. هل مو متقبلته قال؟ لك بري ضايع عليكي، مرقي لي هاليوم بس. عم بقول لك ما بدي ما بدي. شو القصة بالغصب يعني؟ ما كنا نعرف نخلص من هالقصة؟ سلمى شو هذا اللي ما بدك اياه؟ ولا شيء ولا شيء يا بيك ولا شيء. بلا بابا في شيء. اليوم ما بدي اتعشى مع قاسم لانه ما بدي اياه. حضرتك بتعرف كثير منيح ايه بالموضوع. سلمى لاخر مره بتقليلي ادب وبتحكي معي بهالطريقه. هذا الشيء انا اللي بقرره مو انت. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم مفهوم. عم تسمعي عم تسمعي رشيد بيك شو عم يقول لك؟ خلص يا رشيد بيك مفهوم، وما بيكون غير اللي بتأمره. تكرم عينك انت، بس طول بالك شوي. راح طول بالي. من هون للمساء بتكوني جاهزة للعشاء، ولا تخجلينا قدام البيك. سمعتي؟ بس يا بابا. سمعتي؟
سمعتي رشيد بيك شو عم يقول لك؟ سمعت يا رشيد بيك، خلص انت ما بتكون غير راضيان ولا يهمك. حبيبتي برحمة امك مرقي لنا هالليلة على خير. لك عم اقول لك برحمة امك، شو بكي؟ لك هذا الكلب اتطاول علي وبدك ياني اسكت له؟ لا حبيبي، بكره بننبسط كثير بس يقلعونا من هون انك ما سكتت له. اسمعني منيح، لما تحني ظهرك مره واحده بس رح يركبوك الكل، وبعدين رح تلاقي راسك مدفون بالتراب طول حياتك. امي، احكي لك شي كلمه، مانك سمعان شو عم يحكي البيك؟ الله يرحم ابوك، انت طالع له رجال، تقبرني رجال، بحياته ما سكت عن حقه، ولا حدا قدر يعلم عليه. اصلا هذا اللي باخده منك ومن ابن اخوك، مفكرين حالكم اصحابين الملك. تقبرني عمتي برضاي عليك، هدي شوي، حاكم زاهر ابن حرام كتير. انت بتأمري عمتي؟ تقبرني قوم راضي بكلمتين، هو خايف علينا من زاهر ليقوم يحط حطاتنا كمان. بتأمري قوم، تقبرني قوم. الله يكللك بالرضا يا رب ويرزقك كيف ما اتجهت. الله يصلح حالك يا عمر، الله يصلح حالك. فبتتخيلوا انه المربين بيشتروا الخيل الاسود لهذا السبب؟ مو معقول يا قاسم بيك، قد ايه دمك خفيف وروحك مرحب. معك حق غسان، معك حق. قاسم بيك عقل راجح وروح مرحب. اشكرك رشيد بيك، هي شهادة بعتز فيها الحقيقة. مو بس هيك، تفضل. شكرا. قاسم بيك مخ تجاري مميز. بتعرف انه اشترى قطعة الأرض اللي جنبي لحتى يعمل عليها مشروع تربية خيول وتسمين عجول؟ عظيم، مبروك قاسم بيك. الله يبارك فيك، أنا الحقيقة كنت طمعان بالجار أكثر. شكرا رشيد بيك. وكمان رح يعتمد بتنفيذ المشروع على خبرته ودراسته برا. عظيم جدا. الحقيقة بما أنه كنا عم نحكي على عجول، تذكرت هالأحادثة صارت معي بإسبانيا. عن إذنكم. صحيح قاسم بيك، كنت عم تحكي لنا عن العجول بإسبانيا. العجول، ايه صحيح. عن جد انت مو طبيعية ابدا. مزبوط، انا بيناتكم اكيد مالي طبيعية. لك كيف تقومي هيك؟ دا نفسي ما بقى فيه يتحمل منه ولا كلمة تانية. يلا امشي فوتي معي، حاجة ولدني بقى، ابوكي متضايق كتير. ما رح فوت. حتى انا الحقيقة مو دائما بحب الحكي بالشغل، يعني بضوج وبدي اخلاقي وبمل ومو دائما بتقبله. بهي انا معك، ما في ابشع من انه الانسان ينجبر يسمع او يعمل شيء هو من الاساس مو متقبله. عن اذنكم. معلش طول بالك عليها شوي، هي بعدها صغيرة ولها تصرفات شوي مولدنة. ولا يهمك. تفضل تفضل. تفضل يا عفوا.